بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بسم الله، ده فرن بيتزا إيطالي متحرك مبني على شاسيه حديد، الطول بتاع 160 سنتي في 160 سنتي، بيشتغل بالغاز أو الخشب حسب طلبات العميل، يعني ممكن يبقى غاز بس، ممكن يبقى غاز وخشب، ممكن يبقى خشب بس على حسب. يعني في منه جميع المقاسات وبتعمل بالطلب. ده الفرن من جوه مبني بالطوب الحراري والاسمنت الحراري والبلاط الحراري الايطالي، موزايك مستورد، عازل صوف صخري، عازل السيراميك الحراري، شاسي حديد، البلاطة بتاعت الشاسي 8 ملي، الارتفاع بتاع الشاسي 1.10 متر والجزء التاني 1 متر، الإجمالي 2.10 متر. ده شغلنا احنا الصبح. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله.